بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في مشروعنا في التغيير الحضاري طرحنا مجموعة من المشاريع. بعض هذه المشاريع هي الخطة للأهداف العامة للتنافس، وبعض هذه المشاريع هناك أزمات يجب أن نتخلص منها قبل أن نبدأ بهذا. ومن هذه الأزمات 5 أزمات تحدثت عنها: أزمة الفاعلية، وأزمة التخلف، وأزمة السلوك، وأزمة القيادة، وحديثي اليوم معكم عن أزمة الفكر. أزمة الفكر وهي أكبر الأزمات بل أهم الأزمات. تأملت ونظرت فلم أرى جانب من الجوانب إلا الفكر وراءه. أصحاب الفكر الراقي، سلوكهم راقي إذا كانوا فعلا يؤمنوا بهذا الفكر. وكل الأزمات هي وراءها أزمة فكرية. مشكلة التعليم فكر، مشكلة السياسة فكر، مشكلة الاقتصاد والجيوش والصحة والإسكان، كلها وراءها فكر، فيه مشكلة، فيه خلل. فنريد مجموعة من المشاريع، ولذلك أعطينا هذا الجانب عدد من المشاريع يمكن أكبر من غيره، لأن الأزمة فيه أكبر والأهمية فيه أكثر. المشروع الأول، ولما نقول مشروع هنا يا شباب يا فتيات، نتمنى أن يتصدى مجموعة منكم لهذا المشروع، يقول نحن هذا سنتولى هذا المشروع، أن يعملوا له ويب سايت، يعملوا له توعية، يعملوا له يعني مؤسسات في دول مختلفة، فروع، ما أعرف. نحن لا نعرف تفاصيل هذه المشاريع، اطرحوا علينا أفكاركم سنساعدكم في بلورتها، لكننا نعرف أن هذه المسألة، نعرف أن السيارة خربانة لكن لا أعرف أصلحها، هناك من هو مختص أكثر مني. نفس الفلسفة هنا، نحن ممكن نعطيكم الأدوات اللي تصلحوا فيها، نوصلها لكم، لكن أنتم الذين ستقودوا هذه المشاريع. المشروع الأول في مشاريع علاج أزمة الفكر هو مشروع حرر عقلك. مشروع حرر عقلك. كثير من الشباب بالذات، أنا يعني ممكن أتحمل أن الكبار يكون عندهم هذا، لكن الشباب يكون عندهم هذا، عقولهم تم تسليمها لآخرين، عقولهم مستعبدة. هذه مشكلة. هناك من عقله صار رهنا بيد حاكم، ماذا يقوله الحاكم؟ قال له سبحانك وبحمدك. وهناك من سلم عقله لشيخ، ويعني على طريقة غلاة الصوفية، كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، يعني إلغي عقلك، إلغي عقلك. أو هناك من علق عقله بكتاب كتب السلف الصالح، ماذا قال السلف؟ طيب افرض ان الكتاب غير صحيح، منسوب له بالخطأ، استدل بدليل خاطئ، فهمه اعوج. وهذا موجود عند بعض الناس. يقول الامام السيوطي عن احد العلماء الذين يعني قال فتوى في منتهى الغرابة، وهو من اكبر العلماء بدون تسمية، فقال هو عالم جليل لكن توقف عقله في هذه المسألة. وهو عالم جليل ولا لا يقلل من شأنه، نحن لا نستهزئ بهم، لكن هذا من الأخطاء التي ما أسلم عقلي في كل شيء. وهناك من سلم عقله لحزب الذي يقول الحزب خلاص، وهناك من سلم عقله لأبويه الذي يقولونه انتهى لا يفكر، كله لا يجوز. بل قال العلماء كلمة عجيبة جدا الحقيقة، لها علاقة بعمق الإيمان. الإيمان نفسه لا قيمة له إن لم يكن عن طريق اقتناع. ولذلك قال العلماء كلمة، قال المقلد لا إيمان له، المقلد لا إيمان له. فهنا نتحدث عن مثل هذا موضوع حرر عقلك. يعني استعمل منهجية التقييم، واستعمل المنطق، واستعمل المعقول الذي يقبله العقل. قواعد أساسية، ليس بالضرورة أن يكون الإنسان فيلسوف أو يدخل في علم المنطق بأعماقه، ليس بالضرورة هذا. كل المطلوب أن يفكر بعقل. الكلام هذا يدخل العقل ولا ما يدخل؟ لما يأتي يعني في كتب السلف يقول والتفت يمينا فقتل 100، يعني عندي عقل الله يرضى عليه. أو لما نقرأ في كتب السلف وكان فلان يصلي في الليلة 1000 ركعة، طيب لو حسبناها تطلع الركعة، إذا كان الليل 10 ساعات تطلع الركعة كلها 40 ثانية ولا شيء. يعني أي عقلي ما يستطيع يقبل هذا، ما يقبلها، ولو جاء من جاء لا يقبل هذا. هذا موضوع حرر عقله. حرر عقله، ما هي الأدوات وما هي المواضيع التي يجب أن نحرر عقلنا فيها؟ ما هي الأمور التي نسلم فيها لأنها من الغيبيات المقبولة عقلا؟ ما هي وكيف ننشر هذا الفكر بين الناس وبين الشباب وبين الأمة؟ نحتاج مشروع لهذا. ما يعني أدواته كثيرة،
مواقع إلكترونية، رسائل يوتيوب، رسائل تويتر، مراكز تنشر هذا، برامج مناهج للأطفال، غيرها كثير كثير لا حصر له في مشروع حرر عقلك. طيب، مشروع آخر من مشاريع الفكر هو إنصاف المرأة، مشروع إنصاف المرأة. المرأة في العالم كله مظلومة، وفي أمتنا للأسف أيضا مظلومة. هذا لم يكن منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان هذا منهجه ولا منهج الصحابة. الإسلام جاء بإنصاف المرأة، بالعدالة مع المرأة، بإكرام المرأة. نحن مع التاريخ لم نعد ننصف المرأة. كتب التراث مليئة مليئة بما ينتقص من إنسانية المرأة حتى، وبدون أمثلة لا يسع الوقت، لكننا نحتاج من يطهر العقول ويطهر الكتب من مثل هذا الطرح، الطرح الذي يسيء للمرأة. كتب الفقه في كثير من الجوانب لم تنصف المرأة، يعني ممكن المرأة تطلق وهي لا تدري كيف، تطلق وهي لا تدري كيف، ويقع الطلاق وهي لا تدري كيف، وأمثالها كثير في هذه المسألة. وإنصاف المرأة يصل إلى بعض القضايا الشرعية وبعض القضايا القانونية. كم وكم في بلاد كثيرة من بلاد الإسلام، الميراث الإسلامي من أعظم الأنظمة وأكثرها وضوحاً وعدلاً، لكن تطبيقاته كثير من النساء يعني يؤكل الميراث أكلاً من قبل أخوانهم وكذا، ولا تستطيع تفعل شيء. هذا ليس من الإنصاف. والإنصاف في العمل، الإنصاف في الرواتب، الإنصاف في الفرص، الإنصاف في المناصب القيادية وغيرها ليس لها حدود. المرأة بشكل عام ظلمت تاريخيا، وإذا تركناها يعني هي تتولى المسألة عن نفسها قد تأخذ وقت أطول. هذا المشروع ليس للنساء، هذا المشروع مطلوب من شباب وعلماء ومفكرين ومصلحين ومسؤولين في الدولة والنساء أن يشتركوا فيه، لمشروع إنصاف المرأة قانونيا، واقعيا، فكريا، يعني ثقافة، إعلاما، وغيرها وغيرها. مشروع كبير اسمه مشروع إنصاف المرأة. مشروع آخر من مشاريع علاج أزمة الفكر، مشروع العودة للأصول. أنا استوحيت في مرة كنت في زيارة لماليزيا في الجامعة الإسلامية في ماليزيا، وإذا عندهم كلية جميلة جدا اسمها كلية دراسات الوحي، كلية دراسات الوحي. هذه الكلية الفلسفة الرئيسية من وراءها أن إحنا الآن إحنا لما نحاول نعرف الدين هذا نعرفه من خلال ماذا؟ نعرفه من خلال العلماء وكتب العلماء وتراثنا التاريخي. طيب سؤال، هل تراثنا التاريخي صافي؟ هل كلام العلماء كله صحيح؟ هل فهم العلماء للدين كله يعني 100% يتطابق مع ما كان يطبق أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ليش ما نعكس المعادلة؟ ليش ما نفهم الإسلام مباشرة من القرآن والسنة ثم ننظر ماذا يقول العلماء؟ هذه هي فكرة مشروع العودة للوصول، أن نبدأ بدون تأثير البشر وإنما من الوحي مباشرة. قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم الموحى إليه، هذا الذي نتحدث عنه بالعودة للأصول. طبعا هنا سنحتاج علماء التفسير، علماء اللغة، لكننا لا نريد تدخلهم بأفكارهم، وإنما ماذا تقول اللغة العربية في هذه المسألة. وأيضا سنحتاج علماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث يخبروننا فقط هل هذا الحديث صحيح ولا لا، وعلماء اللغة يقولون ماذا تعني هذه الكلمة لغويا وهذه الجملة لغويا، ونفهمها بعدين نشوف ماذا قال العلماء. لأن بالتأكيد إذا احترنا سنرجع للعلماء، لكن الأصل هو أن نكون فهمنا للدين من خلال الوحي أولا، وليس من خلال البشر الذين نقلوا لنا هذا الوحي من خلال أرجو أن لا يفهم كلامي خطأ، أنا لا ألغي العلماء، أنا لا ألغي الصحابة، أنا لا ألغي الأصوليين والمفسرين والعلماء، ما ألغي هؤلاء، لكني أجعلهم مرتبة بعد القرآن والسنة. القرآن والسنة في فهمي يحتاج بالنسبة للقرآن أمرين، أن أفهم القرآن أو يعني أمور محددة، أفهم القرآن وفق اللغة العربية، وفق المنطق السليم، ووفق الأحداث التاريخية التي يعني جاءت.
والأحاديث الشريفة وهي بحد ذاتها وحي، وأيضا جزء منها يفسر القرآن، أحتاج أولا أتأكد أنها صحيحة، وبالتالي أحتاج علماء الحديث وعلماء الوصول، وأحتاج اللغة العربية والمنطق والتاريخ. بعدين سأأخذ آراء العلماء وفقه العلماء والأصوليين وغيرهم، سأأخذه، لكن بعد هذا وليس قبل هذا. النصارى جعلوا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى بشر يعترفوا لهم ويطلبوا منهم الغفران ويفهموا الدين من خلالهم. نحن نريد أن نلغي هذا ونجعل هؤلاء البشر بعد الوحي وليس قبل الوحي. هذه فكرة عامة لمشروع العودة للأصول، كيف نفعلها بدون ما نلغي الاحترام للعلماء ومكانتهم؟ وليس فقط احترام، هم لهم دور كبير في فهم الدين نفسه، بحيث ما يصل الإنسان إلى فهم أعوج للدين، كيف نفعل هذا ونحافظ على الفهم السليم للدين؟ هذا هو المشروع الذي نتطلبه، خاصة من الشباب والفتيات الذين دخلوا في قضايا الفكر ولا قضايا التاريخ أو قضايا الجانب الحضاري أو التفسير أو السنة. نريد المتخصصين في هذا، هم الذي يقودوا هذا المشروع، يكونوا من علماء لكن يكونوا بهذا الوعي في هذه المنهجية. ويعني الأدوات كثيرة جدا في هذا، لكن دعونا نبدأ بهذا المشروع. مشروع آخر من مشاريع الفكر حل أزمة الفكر، سميناه مشروع تطهير التاريخ. مشروع تطهير التاريخ، تاريخنا الإسلامي ما وصلنا صافي أبدا، وهذه المسألة عليها إجماع على فكرة، كل العلماء الذين يدرسوا التاريخ يجمعوا على هذا. هناك علماء منصفين، هناك علماء تاريخ غير منصفين أصلا، لهم ميولهم، الذي يميل للشيعة ما كتب التاريخ من وجهة نظرهم، والذي يميل للأمويين كتب التاريخ من وجهة نظرهم ويعني يشوه في أعدائهم، وغيرها وغيرها. هذه ظاهرة واضحة، اقرأوا أي كتاب في التاريخ العثماني كتبه العثمانيون المقربين للدولة، كل تمجيد في الدولة العثمانية ما في أي أخطاء، والعكس الذي كتبه المستشرقون كله يعني سم في هذا العسل، كأنه يتكلم بعلم وإنصاف وهو ينشر السم. نريد أن نطهر التاريخ من كل مصادره. هذا التطهير جزء منه تطهير لفهم الدين نفسه، جزء منه تطهير لقضية السياسة. يعني صار الآن كتب التاريخ تمجد دولة معينة أو حاكم معين أو تمجد فكرة معينة، أن يعني مثلا هذا موجود في كتب التاريخ، أن أهل العراق لا يمكن أن يحكموا بالحرية والديمقراطية، لا يحكموا إلا بالاستبداد. من يقول هذا الكلام؟ هذا غير صحيح، هذا من التشويه التاريخي. فهم طبعا يثبتوا هذا من خلال الأطروحات التاريخية، الحجاج وغيره وكذا، هم اللي سيطروا على العراق وغيرهم كانت يده يعني قبضتها ليست قوية على العراق. هذا يحتاج إلى تطهير، هذا مفهوم غلط يجب أن يعدل. أهل العراق أهل علم وعقل وحضارة، يستطيعوا أن يديروا أنفسهم بالحضارة وبالحرية وبالديمقراطية كما بقية الشعوب، فلماذا هذا التصنيف بهذه الصورة؟ وغيرها كثير من المشاكل التاريخية، تطهير التاريخ من الولاءات السياسية، تطهير التاريخ من الإسرائيليات، تطهير التاريخ من الولاءات والانتماءات، تطهير التاريخ من إدخال بعض القصص الغريبة التي لا يقبلها العقل وتذكر باسم التاريخ، وتطهير التاريخ بمعنى هناك فقرات في التاريخ ألغيت لأنها ضد دولة ولا ضد حاكم وألغيت من التاريخ ومحيت، وهناك شخصيات تاريخية يعني مجدت وهي لا تستحق التمجيد، وهناك شخصيات تاريخية عظيمة لكن عندها بعض الأخطاء. سلطان عبد الحميد الثاني من العظماء، لا شك من العظماء، لكن عنده أخطاء. الذي مشكلتنا اليوم الذين يتكلموا عن التاريخ إما يمجد أو ينسف. ليش؟ في منهجية أوضح في التعامل مع التاريخ بمنطق. نحتاج الشباب والفتيات والعلماء المختصين أن يعني ما تكون فقط جهود فردية، وإنما نحاول أن نجمع الجهود لإعادة كتابة التاريخ بطريقة منهجية وبأصول علمية، مثل ما تكتب السنة والحديث النبوي، هكذا ندقق في التاريخ إلى أن نصل إلى تصفية التاريخ والتأكد من مصادره وتسلسله وتصفيته. فهذه فكرة تطهير التاريخ. مشروع آخر من مشاريع علاج أزمة الفكر، تبسيط الفكر.
العلماء الذين تحدثوا في الفكر المفكرون، اقرأوا أي كتاب بالفكر إلا ما ندر، تجد الكتاب معقد لا يقرأ، ويستعمل مصطلحات هي صحيح مصطلحات علمية لكن لها بديل يعني سهل. لماذا استعمل الدراغماتية والديالكتيكية؟ ليش عندي بديل عربي وعندي يعني كلمات مبسطة أكثر؟ صحيح هي أنا هذه أستعملها في الكتب العلمية المختصة، لكن أنا أتكلم عن نشر الفكر بين الجماهير. في الكتب المختصة أنتم أحرار، لكن لماذا تستعمل مثل هذه المصطلحات والمفاهيم الصعبة؟ حتى وصل الأمر أن من يعني هناك من يسخر في المفكرين والفكر، فيقول تعريف التاريخ أو تعريف الفكر هو أن تقول كلام يفهم فتجعله معقدا بمصطلحات لا تفهم بحيث لا يصل إلى أحد يفهمه. يعني ليش؟ هو كلام يفهم، ممكن نحن نستعمل مصطلحات بسيطة وبأسلوب بسيط ونوصل هذا الفكر. أيضا من قضية تبسيط التاريخ أو تبسيط الفكر، أن الفكر أحيانا فكرة واحدة بسيطة ممكن تقال في فقرة يظل يعلق فيها ويتوسع فيها إلى درجة أن الواحد يمل. طبعا كل مرة هو يطرح شيء جديد لكن ما تسوى هذا الطرح بهذا التعقيد، كلها كانت ممكن تطرح على شكل نقاط. اقرأوا أي كتاب فكري، هل تجد نقاط؟ هل تجد تقسيمات واضحة؟ هل تجد مصطلحات سهلة؟ هذا بعض الأشياء التي ممكن نستعملها في تبسيط التاريخ، تبسيط الفكر. الهدف من هذا المشروع هو أن الفكر يصبح على كل لسان، ويصبح الفكر يعني ميسرا للأمة كلها. أنا أعطيت مثال كنموذج في برنامجي علمتني الحياة. علمتني الحياة ما هو؟ هو برنامج فكر، وما كان برنامج سيرة ولا برنامج قصص ولا برنامج تاريخ ولا برنامج عقيدة ولا برنامج حضارة، يعني حضارة شمولية مثل مشروع التغيير الحضارة. هو كان يطرح منها قضايا فكرية لكن بأسلوب مبسط جدا، بحيث كثير من الناس لما تقول له إيش طبيعته ما حد يفكر أنه هو فكر لبساطته. ليش الفكر يربط بالتعقيد؟ ليش الفكر ممكن أن يبسط؟ نريد مشروعا من الشباب يبسط لنا الفكر في الكتب، في الأشرطة، في الندوات، في المصطلحات، في المواقع، في الأبحاث وغيرها وغيرها. مشروع تبسيط الفكر بحيث يصبح الفكر على كل لسان لأهمية الفكر. زين عندنا بعد ربع ساعة كذا. كم واحد باقي وايد ها؟ مشكلة. طيب. مشروع خامس من مشاريع علاج أزمة الفكر. في الأمر الثاني خلصنا خمسة تحت تدخل مشاريع القيادة الحين لا لا بعد فكر الحرية وتطبيق معاصر الشريعة ودستور الدولة. مشروع آخر من مشاريع الفكر هو مشروع فكر الحرية. فكر الحرية، أنا تحدثت في إحدى محاضراتي المشهورة باسم الحرية طريق الريادة عن أفكاري فيما يتعلق بالحرية، وهوجمت وغيره، وبعض من أيدني والحمد لله، ويعني صار عليها حوار. هذا هدفي أن يحدث نقاش وحوار حول فكر الحرية، ونريد هذا أن ينتشر بين الناس. هنا المسألة واسعة جدا، قسمتها أنا، ليس الوقت هنا لتفصيلها لكن قسمتها في المحاضرة فارجعوا إليها. قضية الحرية العقائدية والدينية، هل من حق الإنسان أن يرتهد؟ هل من حق الإنسان أن يتبنى مذهب ولا فكرة ولا طائفة ولا وعبادة معينة بطقوس معينة، ولا كل ممنوع ممنوع ممنوع؟ ما هي درجة الحرية في هذه المسألة؟ هل الحرية اليوم مثل الحرية في بداية الإسلام؟ الإسلام كان ما زال في مهده وممكن يتعرض لضربات مثل الآن لما استقر الإسلام. ما علاقة الجزية بالحرية؟ ما علاقة الجهاد بالحرية؟ ما علاقة الردة بالحرية وغيرها من هذه القضايا؟ ما مدى الحرية للفتاة أن تختار شريك حياتها؟ ما مدى الحرية للأبوين أن يربوا أولادهم على عقيدة فاسدة ولا غيرها؟ ما مدى حرية الفن والإعلام؟ ما هي حدود هذه الحرية؟ هنا أتكلم ليس فتاوى فقط، والفتاوى جزء رئيسي منها، لكني أتكلم عن الفكر الذي يحكم قضية الحرية. طرحت فكري
لكن فكري لا يمثل الأمة، فكري يمثلني. نريد هذه المسألة أن يصبح عليها حوار، يمكن موقع يجمع المنتدى الحواري حول هذه المسألة إلى أن نصل إلى طريقة نتفق عليها. ما هو فكر الحرية الذي تتبناه من أمة الإسلام؟ نريد من يتولى هذا المشروع ويقود هذه المسألة ليوحد الأمة في فكر الحرية. مشروع التطبيق المعاصر للشريعة هو أحد مشاريع أزمة الفكر، علاج أزمة الفكر. اليوم لما نتكلم عن تطبيق الشريعة الإسلامية، هذا هدف لكل الحركات الإسلامية في كل العالم. عندما تدخل معهم في تفصيل، كل واحد فاهمها شكل. أنا عملت إحدى حلقاتي المسجلة موجودة في قناة الرسالة في الأرشيف في برنامج الوسطية عن تطبيق الشريعة، وسألت العلماء، كل واحد فاهم تطبيق الشريعة شكل. هناك أمور لا شك متفق عليها، هناك أمور لا شك أنها متروكة للبشر، وهناك دائرة مختلف عليها. طيب إحنا كحركات إسلامية ودعاة لتطبيق الشريعة، إذا إحنا مو عندنا تطبيق الشريعة هدف عام وهلامي وما عندنا أي تفصيل له، كيف سنطبق هذا؟ كيف سنطبق هذا الذي أتحدث عنه؟ ما هو مفهومنا لتطبيق الشريعة؟ هناك جهد عظيم مبارك قام به الشهيد عبد القادر عودة رحمه الله تعالى في التشريع الجنائي في الإسلام، وحول مفاهيم الإسلام العامة أو الفقه الإسلامي الجنائي، حوله إلى قانون، تشريع جنائي، قانون تستطيع المحاكم أن تتعامل به اليوم. هذا الذي أتكلم عنه، الذي تم هو فقط في الجانب الجنائي. نحن نريد الآن في كل جوانب الحياة كيف سنطبق الشريعة، في السياسة، في الاقتصاد، في الفن، في الإعلام، في غيره، كيف سنطبق الشريعة؟ هناك تجارب ومحاولات جديرة أن تدرس، المحاولة التي جرت في السودان، المحاولة التي جرت في إيران، المحاولات التي بعض العلماء كتبها في هذه المسألة وغيرها كتشريع، يعني كقوانين. باختصار، كيف نطبق الشريعة بكل تفاصيلها؟ ما هو مفهومنا لها؟ ما هي الأجزاء؟ بعض الناس يقول لي أخ تختلف من بلد لبلد. ما هي الأشياء اللي ثابتة في كل مكان؟ وما هي الأشياء اللي متروكة لأهل البلاد يقرروا فيها؟ هل عندنا جواب على مثل هذه الأسئلة؟ هذا هو مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية. كيف يتم على شكل مؤتمرات، منتديات، مواقع إلكترونية، مجلة متخصصة؟ ما أعرف. هذا دوركم أنتم. نحن نعرف أن في حاجة لهذا المشروع، نحتاج من يتطوع لقيادة هذا المشروع، وهو مشروع رئيسي وجدير أن يؤخذ بجد. المشروع الأخير الذي نطرحه لعلاج أزمة الفكر وأجلناه ليس لأنه الأهم أقل أهمية، بل لأنه الأهم وختامه المسك. نريد هذا الكلام الذي نتحدث عنه في قضايا الفكر أن يتحول إلى ما نسميه دستور الدولة الإسلامية. الدستور هو أبو القوانين وأبو الأنظمة، المرجع التي ترجع إليه لو صار أي اختلاف، يرجع للدستور. ما هو دستور الدولة الإسلامية؟ طبعا لا شك أن دستور الدولة الإسلامية فيه أشياء متروكة للبشر في كثير من قضايا أشكال الدولة ونظامها السياسي وكذا، لكن في مبادئ متفق عليها. نحن نقول والله الشورى، طيب هذا الشورى كلمة عامة، ما المقصود بها؟ هل هي نفسها الديمقراطية المفهومة اليوم ولا شيء آخر؟ إذا مفهوم آخر ما هو؟ وغيرها. أي دولة من الدول تتعامل مع مواطنينها بالحقوق والواجبات. كثير من الناس اليوم يعرف ما هي الواجبات اللي على الناس، بس طيب أنا كمواطن ما هي حقوقي؟ ما هي حقوق أهل الذمة في دولة الإسلام؟ وغيرهم. من الذي من حقه أن يعلن الحرب؟ وأشياء كثيرة جدا. حالة الطوارئ متى تعلن متى تزال؟ هل لها أي مفاهيم في دولتنا الإسلامية المنشودة؟ هل هناك أي تصور حتى واضح لها؟ كل واحد فاهمها شكل. أنا التقيت مع علمائنا العظماء في المغرب، والتقيت مع أيضا علمائنا الأفذاذ في المشرق. والله الفرق بين السماء والأرض في فهمهم لهذه المسائل. نريد من يقوم بتوحيد الأفكار ويقول هذه الأمور متفق عليها، هذه الأمور متفق على مبادئها لكن كيف تطبق متروكة لكل بلد يحددها، هذه الأمور مختلف عليها يجوز فيها الاختلاف. هل عندنا جواب على مثل هذا؟ ما عندنا حتى الآن في ظني. هناك محاولة لله يرحمه الدكتور علي جريشة
باسم دستور الدوله الاسلاميه، لكن كثير من الناس عندهم اعتراض انه ليس هذا هو دستور الدوله الاسلاميه. هناك محاوله رائده في السودان في دستور الدوله الاسلاميه، في باكستان عندهم دستور وغيرها. نريد ان ندرس هذا ونحلل بتحليل علمي ونقول هذه هي التقسيمات التي اشرنا اليها. نريد شباب يتطوعوا لإدارة مشروع دستور الدولة الإسلامية.